هذا واحد خويا شفار كيقيل يومي يسرقكم في الطوبيسات ويدي بزاتكم. دايو مع اخوتي تلك الله صراحه باش يعاود يسرقكم ان شاء الله. وانتم اخوتي عندي واحد الوليد باقي صغير، هذا اخوتي اللي جا كيتفلى عليه اللي جا كيتعدى عليه. صبري معاه صبري معاه اخوتي، راه نتوما اللي تحسوا بيا اخوتي وتعاونوني الله يسهل عليكم. وعندي اخوتي هذا راه ديجا كان دات في مداوله بقضيه نصب الاعتداء، راه ضربوه 14 عام ديال الحبس اخوتي الله يغرق ليه الشقف. انا اخوتي هو اللي كنديرو القفه يوميا كنتعاون معاهم. واحد الوالده عندي الله يهديها حتى هي مرضى بالسكر وبالاعصاب ما بغاتش كاع تبرم. اخوتي جيتكم خاصكم مقصود الله، انتم اللي تعاونوا لي اخوتي الله يرحم بها الوالدين باش تعاون باش نتكافل مع هاد الناس الله ياخذ فيهم الحق. واخوتي كنوعدكم ان شاء الله ربي يطلق سراحهم، ايوليو يجلسوكم ويديو لكم رزقكم اخوتي، واسمحوا لنا الله